عليكم، صباح النار، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح كل شيء زوين. صباحكم هذا انا بغيت هذا الصباح وهذا النهار يكون عليكم بالخير يا ربي، امين. المهم انت وانتي انتوما اللي كتشوفوا فيا دابا، انتيا وانت اللي كتشوفوا فيا راكم عزازين عليا هنا وكاينين هنا في قلبي، عزازين عليا بزاف، وكنكون فرحانه لحقاش كنصايب لكم فيديوهات، لحقاش كندير لكم فيديوهات، وكن المهم كندير لكم شي حاجه، يا كننشطكم يا كنفقسكم يا كندير لكم شي حاجه وصافي، كندوز لكم الوقت. المهم ولا كتستافدوا اي حاجه، المهم داكشي اللي كاين وصافي، انا مابقيتش كنعرف نهضر، ودابا حال الشرجم ياكم والصباح والدراري الصغار معاه ما كايناش اليوم المدرسه كيلعبوا والكاميوات كيدوزوا، وسمحوا لي على الازعاج وصافي، قول لي بارك علينا من الهضره، قلبي علينا شويه الانجليزيه ودوزي لينا الفيديو صافي. هاي جايز، هاو ار يو توداي؟ اي ويش يو ار فيري 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 جود. Really, I miss you guys. I miss you very much today. It's a new day. It's a special day for you guys, for you, because you're watching me now. I want to tell you I love you very much and thank you so much for keep cheer up me. Thank you so much for keep, you know, support me and watching my videos. Thank you, thank you, thank you. And it's make me so happy to making videos for you guys, to show you my life, to show you what I did, to advise you, to do anything for you, to make you smiling, to make you mad at me, to do something. The important to make people have a feelings, to make them, you know, feel something to you. I don't understand how I can explain, just tell me. Okay guys, today I want to show you guys how my special tomato sauce. Yes, if you love tomatoes, just keep watching this video and you will love it, I'm sure about it, because this is, it's a special, you know, recipes, something like that for tomato sauce. I wish you like it, I wish you love it, and please keep watching my video. Guys, you know, this video, it's about two things. It's about mayo, you know, my special mayo, and it's about tomato sauce, you know. This tomato sauce, really, it's a perfect. You will love it. It is easy, and it's perfect. You will love it, you will do it every time, because it's healthy, and it's very nice. And this mayo too, I like it, my sister, she love it, that's why I make it for her. I make, you know, she made me, you know, make, you know, tomato sauce and mayo too. Mayo. And now I should, you know, start speaking my native language, then I will show you our special mayo and our special tomato sauce. And thank you so much guys, thank you. قوتي اخواتاتي وصحابي وصحاباتي، اليوم جيتكم وما جيتش بايديا خاوين، اي اليوم جيت نجيب لكم ندير لكم صوص ديال مطيشه. كيخرج لي الدخان من فمي، عرفت ملي كيكون البرد كيخرج لي، بلاتي نجرب، ما عرفتش واش كتشوفوا الدخان ولا ما كتشوفوش، والله تخرج لي الدخان من فمي لحقاش كاين البرد، طيقوني ولا مبيتوش طيقوني. المهم انا خرج لي الدخان من فمي، ما علينا، شربت اتاي سخون وحرقني فمي اصلا. قولي تبقى تعاودي لنا قصه حياتك، دوزي لينا الصوص اللي بغيتي تقولي لينا عليه وبداي لينا في الفيديو. المهم كوني بعقلك ازوزو، كوني بعقلك. المهم اخواتي اخواتاتي صحابي صحاباتي، يا الحادقات يا الحادقين، اجي نوريكم كيفاش تصايبوا لاصوص ديال طوماط. تصايبوا واحد الكميه كبيره وتخلوها وتولوا تستعملوها في كل شيء، تولوا تستعملوها في الـ في في المعكرونه في المقاروني، يا في المنجيمات، تستعملوها في الحريره الحامضه، تستعملوها في كل شيء. المهم في ما بغيتو تستعملوا هاد لاصوص ديال مطيشه، عرفتي وناري شحال كتجي زوينه، وناري كتهبل وكتخبل. المهم انا غادي ندير تقريبا واحد 3 كيلو بحال هكاك، 3 كيلو ونص ديال المطيشه، وغنوريكم كيفاش غندير ليه وبالمراحل وبالديتاي. ونتمنى يا ربي يعجبكم هاد المطيشه.
لكم والله تنكمل هنا حال فتنكمل لكم الفيديو ما علينا. قلت لكم مطيشه صايبوا مطيشه يعني انا خصني واحد 3 كيلو طماطيشه ولا 4 ولا داكشي اللي بغيتو. انا ملي غنصايبها ونسلام ديرها في قريعات ونخليها في الثلاجه فين محتاجينها ولا نستعملوها. كنا كنستعملوها مع المعكرونه مع المقارونيات يعني هادشي سام ما بقيناش اصلا طلعت لينا في راسنا. وعارفين يعني بالنسبه لاختي عندها الشحمه الولاديه ما خصهاش تاخذ هادشي. دابا قولي لك ندوزوها بحكم رايقه ولا شي حاجه عاود ديري شلاضه كنديروا ديك لاصوص كتجي بيرفكت. ولا ديرها مع الفريتو مع مع الدجاج ولا شي حاجه ناري ما نقولش لكم داكشي كيجي واعر. اختي شنو كدير كتاكل هي وديك الزيتون المشرمل عرفتوا داك اللي فيه الشرموله كتاخذها هي ويا ومعاهم شي فريميج واخا هي مابقاش كتاكل الفرماجه بعض المرات راه كتغش هادك. شنو ندير لها انا شنو ندير لها انا شنو ندير لها يلا عيت من هنا بالراسه ما علينا. وغندير المايونيز. مايونيز هاد المايونيز بصح نيت كتجي واعره كتجي بنينه كتوجد في ثواني وفي دقائق مع حسب القياس اللي عندك. هاد المايونيز اختي صدقتني عليها وبرزطتني داكشي علاش انا معايا ما خصهاش تاخذ اصلا هادشي ديال الكوليسترول الدسومات وداكشي. حنا زعما بينا نديرو زعما مايونيز لايت وهي راه الدسوم كاينين كاينين ما علينا. درت لي انا درت فيها اليوغورت اللي هو دانون مسوس ودرت فيها فرماج لايت اللي هو تا هو داك لقيت تاع الفرماج اللي مسوس ديك البلون. واخا شريت هذاك الباكيه ولاد الحرام قلبوني لقيت فيها ثلاثه حمرين على الحتوم لحقاش خايبين قدام كيبانو ما علينا. كدير فيها شويه زيت العود فكرتوني لان عود نسى ما نكذبش عليكم نقول لكم الصراحه داكشي اللي كاين هو اللي نقولو داكشي اللي كاين هو اللي نحطو صافي ليكم وصافي. هادشي اللي كديري كتضربيه وكتحطيه يعني. دابا هاد الفيديو ان شاء الله ندير لكم فيه جوج د الحوايج فيه صوص ديال المطيشه يعني صلصه الطماطم الجميله والرائعه وفيه المايونيز العجيبه. يلا نخليكم تتابعوا الفيديو تهلاو في ريوسكم ردوا البال ريوسكم امو حالكم. المهم خوتي خواتاتي صحابي صحاباتي اول حاجه اللي كنحتاجو هي الطوميتوس هي هاد الطوماطو العجيبه الجميله ديالنا اللي كما كتشوفوا. غنحتاجو البابريكا اللي هي الفلفل الاحمر تحميره بزار اللي هي الفلفل الاسود السكينجبير هذه ديال الفريت غنستعملها حتى هي. غنحتاجو الثوم وبصله مطيشه انا غنزيد نضاعف الكميه تقريبا ندير واحد 2 كيلو ونص تاع مطيشه لانني بغيت كميه تبقى عندي لشحال. هاد الصوص ديال مطيشه كيجي رائع جميل و لذيذ 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 جدا. المهم كتجي بنينه وزوينه ورائعه ومتكشر رفع ومطقطقه مطرطقه وواعره وفلفله حاره هذوك المزيودات غادي نلوح فيها شي جوج ولا ثلاثه ولا اربعه على حسب الكميه المتوفره وصافي. هاي جايز اجين وي نيدز فور يو نو توميتو صوص توميتوز اي ويل هاف تو اي ويل يوز 2 كيلوغرامز اند نيد اونيون and we need garlic, we need the ginger, black pepper, red pepper, salt, and this is it's a different sauce for fries. I will use it. I will say if it will be good or not. And you know, red pepper fresh, you know, fresh red pepper too. I will make it too with all of these things. I will show you what I will do. That's all. Let's go my friends for keep watching me what I will doing. يلا خوتي خواتاتي وصحابي وصحاباتي نكملوا اشنو غادي يطرى من بعد ونوليكم هاد الابداعات العظيمه نوريكم انا اش غندير اش غندير بهاد الانامل الذهبيه اللي مفيرنيا. ما تخافوش ما غاديش نمسكش بايديا نقدر نستعمل ليغو نقدر ما نضمنش لكم انا وعقلي انتم راكم عارفيني يا تصدق ليا ما تصدقش. ايوا الصقعين هربوا 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 خليني نمشي نهرب دابا باش نعاود نكمل اشنو خصني ندير. يلا مح عليكم كاملين. هنايا من بعد ما سلقنا هذاك 2 كيلو تاع مطيشه ونص مع داك الفلفله الحاره شتوها هي هذه راني سلقتهم غندوز عليهم بالميكسر وانا معاكم صافي. متافقين ولا ما متافقينش؟ متافقين guys my friends this is our tomatoes poor pretty tomatoes we boil it you know with the hot water you know here with this you know pepper it's so hot and I will you know mix all of those things and I will meet you guys. I love you guys very 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 much. I love you.
البصلات تومها وما راني نسيت واحد شويه البصله لحقاش بغيت نديرو في واحد الوصفه اخرى. من بعد ما بدات كطيح لينا البصيله ديالنا الزوينه اللي غنديرو مع صوص الطوماط، friends I start you know to mix all of this stuff you know like that. كيفما شفتوا خوتي خواتاتي انا بديت كنطحن في هاد المطيشه ونزيد عليها نسيت البصله اللي حمرت وداك الشيء. انا مريم على ديك المقله عافاك نكب فيها داك الشيء. بعد ما حمرت البصله والطحمه والثومه نزيدهم ونخلط كل شيء. صافي خوتي صافي، شفتوا خوتي خواتاتي ها نتوما. Now I finish mix all of these things all stuff. Now I will use these things for you know, but you know all of this stuff we don't need it there you know. دابا خدي خواتاتي غنصفو بهاد المصفات العجيبة باش يبقى داك القشور وداك الشيء تاع مطيشة وصافي. ومن بعد ما تحلينا شفتو وتابعوني باش نوريكم المراحل الأخرى. صافي خلطنا خوتي خواتاتي هادشي كامل وانا نديرو يطيب. صافي هاد جزء ما خلطت مطيشة الحك والتوابل. دابا نردهم فوق القميله شفتوهم انا نشحرهم وني معاكم. والنتيجه الموديله ديال الصوص اللي درت الله يتجوع الله يتجبني او واعر بحال داك الشيء ديال اللي كيتبع في مرجان واسيمه. This is my tomato sauce really it's perfect like you know like this sauce tomato sauce you buy it in the store it is same really it's perfect. Just make it in your home please, just do it by yourself really it's so nice perfect. هذا هو الصوص ديالنا كيف ما شفتوا واعر اخوتي اخواتاتي واعر صحابي صحاباتي الله يتوعد. خرج ليا 1 2 3 4 القراعي صغار وهاد القراعي الكبار شفتوا يعني تقريبا 1.5 كيلو. هادشي اللي خرجت ليا هادي كامل هادشي تبارك الله كله. ايوا خوتي خواتاتي احسن مايونيز في العالم. اشنو فيها؟ فيها ثلاثه الفرماجات، فيها ثلاثه دانونات ديال دانون مسوس، وفيها الملحه شويه كوكا، وفيها البزار، وفيها ثلاثه دروسه تاع الثومه وشويه تاع زيت العود. صافي this is our sweet mayonnaise. Oh my god it's so tasty mayo so nice very tasty. All we need 3 of yogurt you know this yogurt light yogurt you know without sugar this one. نحتاجو لهاد الجودة طبيعي يعني هاد الدانون هذا بلا سكر مسوس ثلاثة منه وكنحتاجو الفرماج لهاد الفرماج just 3 and 3 garlic and the red black pepper and little bit olive oil and little bit of salt and we mix it all of these things like that. مريم كيف جات بلا كدو بالله ناري اختي قالت لكم واعره زوينه. مريم how this mayo it's if it's good or not so delicious. Yes, I'm happy. My sister, she love it. You like it? I like it. Really? Yeah. You really, really? I really like it. She love it. She love it. قالت لي جات زوينه واعره. This is our delicious mayo. You can see this one. So pretty. I love it. هذه المايونيز ديالنا فعلا وبصح نيت والله تواعره. بنينه انا كنقول لكم اللي كتصدق شي حاجه كتصدق ملي ما كتصدقش. درتها في هاد القريعه I put it here this our sweet mayonnaise I love it هاني جيت اجبت معايا هالمايونيز جات واعره وهادو رطبت منهم بزاف بلاتي بقاو معاه هانتوما الشيء الاخر ما قدرتش نهزو ليكم صيبت حتى مطيشه وصيبت جوج اخرين كبار بلاطه
This is our sweet sauce tomatoes. I make it at home. I made it at home. I make it, you know, today. Really, I love it. It's so tasty. I like it. It's perfect. Really, it is a perfect. And this is our mayo. Really, it's a perfect mayo. Mayo, 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 mayo. يعني هذه المايونيز زوينه ديالنا وهذا هذاك لاصوص تاع طوماط. انا فرحانه براسي عرفتي علاش؟ لحقاش هاد القراعي كيف ما شفتو راه كنت كنشريهم. انا كنشري هادي ب 11 ب 12 درهم وحده واقيله وحدين الاخرين ب 15. المهم شوفوا هادي قداش ب 11 درهم ولا ب 12 درهم. المهم بين من 11 ل 15 ما عقلتش بالضبط. هادو كنت كنشريهم يعني شوف شحال انا صيبت 1 2 3 4 5 6 6 واقيلا ما عقلتش بالضبط شحال راه كاينين ليا وصافي. المهم اهم حاجه اني صيبتهم. اهم حاجه اني صيبت المايونيز او جات زوينه عجبني الحال وصافي. الجو المهم او المهم وانني بغيت نقول لكم واحد الحاجه. راه كنشكركم بزاف على الدعم وعلى التشجيع ديالكم واخا كنغبر عليكم. انا راني ديما حاضره معكم وديما معكم وكنحمق كنحمق كنحمق عليكم. وبغيت نقول لكم تهلاو ليا في ريوسكم وردوا لي بالو ريوسكم ومح عليكم كاملين. باي 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 جايز. ثانك يو سو ماتش فور كيپ واتشينغ مي. ثانك يو سو ماتش بيكوز يو لاف مي جايز بيكوز يو واتشينغ مي بيكوز يو كيپ سپورت مي. I love you guys very much and please have a great day and bye. سلام عليكم. سلام. انا فرحانة والله. انت فرحانة دردم انا اللي صيبتها. شوفوا شتوا كيفاش كدايرة. ها شوف زوينة الله يخزوينة عجبتني. باي 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 باي.